اهلا بكم مشاهدينا من جديد. طبعا احنا مهما نتكلم ومهما نقول مش هنقدر نعمل، لكن عايزين نجيب عضو من اللجنه الاولمبيه نفسها قد يكون من الممكن عنده من الردود ما يشفي الغليل. يعني دكتور علاء عصب الله عضو اللجنه الاولمبيه المصريه، اهلا بحضرتك. مساء الخير يا كابتن خالد، ومساء الخير يا كابتن محمد، واهلا بيكم واهلا بمشاهدي قناه الاهلي القناه المحترمه. اهلا بيك يا فندم. ابدا فاروق مع الرئيس. فندم، فجاه فوجئنا بقرار بتغيير الجهة الرقابية على انتخابات النادي الأهلي من مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة إلى محافظة الجيزة، هل هذا شيء منطقي ويحدث في هذا التوقيت؟ والله يعني الحقيقة في حاجات كثيرة في القطاع الرياضة بتحدث ليس لها أي تفسير منطقي وليس لها أي مبرر علمي. يعني تغيير الإدارات، ما هي الإدارات إدارة مديريات الشباب والرياضة يعني احيانا كلهم محترمين، لكن اعتقد ان هو تغييرها في هذا الوقت لماذا؟ اعتقد ان لا توجد اجابه لكلمه لماذا. الاجتماع اللي حضرتك حضرته واقرته فيه ان الاشراف يبقى من الجيزه مش القاهره، انت كنت موجود ولا الاجتماع ده ما كنتش موجود فيه؟ والله يعني انا الحقيقه المفروض ان انا عضو مجلس اداره لحين اتمام العمليه الانتخابية لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية. تمام. ولكن للأسف الشديد أنا من الناس المغضوبة عليهم ولا الضالين. انتساب يعني؟ والله حتى الانتساب ولا خلوك منازل؟ خلوك منازل، حتى المنازل بيروح يحضر الامتحانات. طبعا. الانتساب بيروح مرة في الجمعة يحضر. طب دكتور، أنا بقالي أكثر من 3 أشهر لم أدخل اللجنة الأولمبية ولم يتصل بها أحد ولم أدعى لأي اجتماعات. طب يا دكتور بعد إذن حضرتك، هو يعني كيف تؤخذ القرارات؟ هل بتبقى بتؤخذ انفراديا؟ هل بتؤخذ أو بتملى من جهة أخرى؟ أو يعني إزاي؟ كيف تؤخذ القرارات داخل اللجنة الأولمبية ما دام أعضاء مجلس الإدارة ما بيحضروش؟ مين اللي بيقر؟ مين اللي بيصور؟ القرارات بتؤخذ انفرادية. من رئيس اللجنة الأولمبية ولا من مين؟ والله هذا السؤال يسأل للجنة الأولمبية. لا لا لا، حضرتك تستنبط بحكم قربك من مين يعني؟ ممكن يكون رئيس اللجنة الأولمبية. طب ما كلمة ممكن يعني ممكن يكون آخر، إن لم يكن رئيس اللجنة الأولمبية فمن من؟ من داخل اللجنة الأولمبية مش من خارجها. من داخل اللجنة الأولمبية. طب أنا طب يعني لماذا هذا مش التعنت؟ احنا عدينا مرحلة التعنت مع النادي الأهلي وترك في أندية أخرى تفعل ما تشاء. من وجهة نظر حضرتك ليه هذا الموقف المتخذ ضد النادي الأهلي من اللجنة الأولمبية إذا افترضنا أنها اللجنة الأولمبية؟ معايا يا دكتور؟ ذهب الدكتور بعيدا. هو اكيد حصل تمام. مشكله نرجع في وهيعاود ان هنعاود نرجع تاني فاروق لغايه ما انا فعلا انا مش متصور ازاي يتعمل كده مع النادي الاهلي. يعني انا مش لحاجه، انت بتمد كل الانديه. رجع الدكتور تاني. دكتور انت سمعت سؤالي ولا عيده؟ لا لا، انا معاك، انا مع القناه المحترمه. يعني انت النهارده حضرتك لماذا يفعل ذلك بالنادي الأهلي من اللجنة الأولمبية؟ هل هناك من يريد إرسال رسالة إلى النادي الأهلي وإلى جمعيته العمومية بأمر ما، واتخذت اللجنة الأولمبية ومن وراءها رأس حربة لإيصال هذه الرسالة إلى جمعيته العمومية أم ماذا؟ هو زي ما حضرتك بتقول، هي الرسالة بترسل إلى النادي الأهلي والجمعية العمومية الخاصة به، ولكن أنا بحب أؤكد أن الجمعية العمومية وأنا أحد أعضاها، هذه الجمعية العمومية جمعية محترمة تحافظ على النادي الأهلي، ومهما يتم من اللجنة الأولمبية أو من أي جهة سيادية أو غير سيادية ضد النادي الأهلي فلم تهز شعرة من رأس النادي الأهلي. النادي الأهلي كبير في جمعيته العمومية، النادي الأهلي
كبير بتاريخه الرياضي، كبير بتاريخ الشخصيات المحترمة التي تولت إدارة النادي الأهلي. النادي الأهلي كبير بنتائجه على مستوى أفريقيا وعلى مستوى المحلي وعلى المستوى العالمي. أعتقد أن ليس هناك رسائل توجه إلى الجمعية العمومية. الجمعية العمومية للنادي الأهلي قادرة أن تأخذ قرارها بنفسها، بتفكيرها، بمنطقها، بهدوءها، بعلمها. طب دكتور علي، هاخد لحضرتك لمكان حضرتك. طبعا بصفتك قيادي عضو مجلس اداره في اللجنه الاولمبيه، اذا اللجنه الاولمبيه الهدف الاسمى لها انها ترتقي بمستوى الرياضه المصريه عشان المنتخبات المصريه تحقق انجازات للرياضه المصريه، ده صحيح ولا مش صحيح يا فندم؟ هذا هو المنطق وهذا هو العلم الذي يطلق على اللجنه الاولمبيه أنها أم الرياضة في كل دول العالم كما رأينا. طيب فندم، ولكن للأسف الشديد أكمل بس كلام يا فندم، أكمل كلام. لما يكون عندي نادي زي النادي الأهلي، نادي القرن في أفريقيا، بيمدني بكل العماد الرئيسي لكل منتخباتي، هل من الصحيح أن أنا بدل ما أخش معاه في صدامات وصدامات قرارات إدارية بيروقراطية لن تؤدي إلى أي شيء في المصلحة العامة اللي المفروض انا كلجنه اولمبيه منوط بيها من الدوله، يعني الدوله حطاني عشان انا اجيب لكم ميداليات، من الاخر انا اجيب لكم بطولات، انا انظم لكم المنظومه عشان نجيب اي انجازات. ففي كل حته في العالم، هاخد حضرتك مثلا لالمانيا، هل من الطبيعي ان اللجنه الاولمبيه الالمانيه تخش في صدامات بيروقراطيه مع نادي بايرن ميونخ ولا نادي بروسيا دورتموند، ولا هروح مثلا لايطاليا نروح لنادي اليوفي والميلان ونخش في هذه الصدامات، وفي الاخر الى ماذا ستؤدي هذه الصدامات يا فندم؟ اللجنه الاولمبيه المنطق والعلم يقول انها لا تدخل في صدامات لا مع النادي الاهلي ولا مع نادي الزمالك ولا مع اي نادي. اللجنه الاولمبيه المفروض انها تخطط للمنتخبات القوميه للمشاركة في الدورات الأولمبية، الدورات الإفريقية، الدورات العربية إن وجدت. ولكن أنا شخصيا شايف أن الحقيقة اللجنة الأولمبية بتعمل في اتجاه معاكس لاتجاه اللجان الأولمبية على مستوى العالم. ما تفعله اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة الأستاذ المهندس هشام حطب، كل ما تفعله هيعود على من سواء إيجابا أو سلبا؟ سوف يعود سلبا على الرياضة المصرية بصفة عامة. اللجنة الأولمبية لا تعمل لصالح الرياضة المصرية. أمال تعمل لمن؟ للأسف الشديد. تعمل لمن ولمصلحة من؟ تعمل للمصالح الشخصية فقط لا غير. يقول بعض الخبساء أن اللجنة الأولمبية ورئيس اللجنة الأولمبية ليس هو من يقرر كل ما فيها وإنما يؤتى من الخارج، وأنا أقول بعض الخبساء وليس الكل يعني. لا، حضرتك قلت الخبثاء، لكن انا اعتقد انها تدار من اللجنه الاولمبيه. تمام، يعني هي دي دلوقتي هم اللي حاسبوا على ما يفعلونه. بالظبط كده. شكرا ليك دكتور. دكتور علي، بس قبل الختام يا فندم، هل في دراسه لنجومنا وابطالنا اللي حققوا لنا ميداليات في اولمبياد لندن، وايه المتوقع من نجومنا وابطالنا في كل الرياضات هيجيبوا لنا ايه من الميداليات والانجازات في طوكيو 2022؟ أعتقد أن التوقعات طالما أنها غير مبنية على أسس علمية ودراسات بحثية منطقية لا تؤخذ بها، هذه توقعات شخصية. العلم لا يعترف بالتوقعات الشخصية. يعني مفيش برامج يا فندم، مفيش برامج أبحاث نأخذ منها التوقعات. أنا أتحدى أن هناك أي عمل استعداد لأي منتخب للمنتخبات للدورة الأولمبية 2020 في طوكيو. يعني أصلاً ما فيش أي ملف لأي من الأبطال اللي المفروض هيمثلوا مصر، اللي هي الشغلانة الرئيسية أصلاً للجنة الأولمبية. إن اللجنة بتعمل في اتجاه معاكس للإعداد للدورات الأولمبية. كيف تدار اللجنة الأولمبية إذا كان هناك إدارة؟ وده هيكون سؤالنا الأخير. ما فيش إدارة. هو في أين هي الإدارة؟ زي ما قلت حضرتك وتفضل، أنا عضو اللجنة الأولمبية وعضو منتخب مش معين.
فأنا لم أدخل اللجنة الأولمبية منذ أكثر من 3 أو 4 أشهر، لأن اللجنة مشغولة بتجهيز انتخابات الاتحادات، بتجهيز القائمة اللي هتدخل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، ومحطوطة الأسماء منذ أشهر طويلة، ولا يجرؤ أحد أن يرشح نفسه، لا رئيس ولا نائب ولا سكرتير ولا عضو من أعضاء اللجنة الأولمبية ولا واحد، وحتو تكون الانتخابات كلها بالتزكية. طب نروح لمين؟ الست بتقول أروح لمين، وإحنا بنقول لك طب نروح لمين؟ الله يرحمها الست، حقيقة أروح لمين؟ لا إله إلا الله سيدنا ومولانا بالتأكيد ده خير ختام. شكرا لك يا ربنا. شكرا لك. إلى الله نشكو. شكرا لك دكتور علي حسب الله عضو اللجنة الأولمبية المصرية. لا دكتور الواحد بيشوف العجب.